تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار الرياضية والبداية مع أبرز العناوين. المنتخب الأولمبي يضرب موعدا في نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما. بوادر رفع الحظر عن الملاعب العراقية بصورة كلية تتواصل. منتخبنا الوطني يخوض أولى وحدة تدريبية في دبي تحضيرا لمواجهة الإمارات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حيث تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما رغم تعادله مساء أمس الجمعة مع المنتخب اللبناني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وسجل للعراق زيدان إقبال وأحمد سرتيب، وأشرك مدرب المنتخب الأولمبي تشيكي سوغوب التشكيلة البديلة بعد ضمان التأهل إلى نصف النهائي. وسيلاقي المنتخب الأولمبي العراقي في الدور نصف النهائي منتخب السعودية متصدر المجموعة الثالثة غدا الأحد. حصل اتحاد كرة القدم على قرار أولي برفع الحظر عن ملاعبه وخوض المباريات المقبلة في ملعب المدينة الرياضية في البصرة. وقال مصدر أن اللقاء جمع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال برئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو في الدوحة. وأبلغ الاتحاد بأن التقرير الذي وصل للاتحاد الدولي إيجابي وأن الاتحاد الدولي سيصدر قرارا برفع الحظر عن الملاعب المرخصة. وبين أن ملعب المدينة الرياضية سيستضيف مباراتي منتخبنا الوطني أمام سوريا في الجولة الخامسة وكوريا الجنوبية في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم، وبالتالي سيسترد المنتخب العراقي حقه في اللعب على أرضه. خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم أول وحدة تدريبية له في ملعب نادي شباب الأهلي في مدينة دبي في الإمارات تحضيرا لملاقاة منتخب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل على استاد زعبيل في نادي الوصل ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وسيفتقد الأسود لخدمات اللاعب أمجد عطوان بداعي الإيقاف أمام منتخب الإمارات، بينما سيعود اللاعب أحمد إبراهيم للقائمة، وسيقود طاقم تحكيمي بقيادة الحكم الياباني روجي سانتي مباراة العراق ومضيفه الإمارات. يسعى منتخبنا الوطني إلى التعويض عندما يواجه المنتخب الإماراتي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم. أنور صباح وتفاصيل أكثر نتابع. بقارب صغير انطلق من نهر الليطاني حمل على متنه أمنيات صغيرة وآمال تختلف عنها، فقد يكون الطريق وعرا وربما طويل لمن جاءوا من بلاد الأرز، لكن من لا يجتهد فلا نصيب له. فلبنان ورحلة المونديال والتصفيات الحاسمة هي مفترق الدرب، بدأوها مع الإمارات في أولى الجولات فكان التعادل حاضرا والرضا بنقطة المواجهة، وجعلوا منها بروفا لما هو أصعب. حملوا رايتهم التي تعبر عن شموخهم والجبال الشاهقة وحلوا ضيفا ثقيلا على أرض الشمشون في ثاني اللقاءات، رغم خسارتهم غطى أداءهم عليها. انطوت صفحة كوريا وجاء الدور على أسود الرافدين. تصريحات أدلى بها مدرب لبنان خلاصتها التعويض والمضي نحو أعتاب المونديال، فكلاهما يسعى لخطف الفوز والظفر به. أخيرا وليس آخرا، الملعب هو الخصيم بينهما. أنور صباح، العراقية الرياضية.
انتقد المدرب السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم يحيى علوان غياب هوية المنتخب العراقي في مباراة لبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأضاف علوان أن الوضع في المنتخب الوطني غير مطمئن بعد المستوى الهزيل والنتائج غير جيدة التي لم نتعود عليها، وتابع: قد كنا نتقبل سوء النتائج لو كان منتخبنا قدم أداء جيدا يمتعنا ويعكس مستوى الكرة العراقية الحقيقي، لكننا لم نجد سوى أداء متواضع جدا. وقال أنه كان على أدفوكات أن يكون له نظرة ثاقبة ويتعامل مع لاعبين في أي مباراة يخوضها بواقعية وحكمة، لأنه مدرب محترف. أعلن اتحاد غرب آسيا أمس الجمعة تأجيل بطولة الناشئين الثامنة تحت 15 عاما، والتي كان من المقرر انطلاقها في 14 من تشرين الأول في المملكة العربية السعودية. وجاء التأجيل بسبب بعض الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالتنظيم. وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون الأول المقبل موعدا جديدا لإقامة البطولة، على أن يتم تحديد موعدها رسميا في وقت لاحق بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. ويشارك في البطولة 9 منتخبات إلى جانب السعودية حامل اللقب، هي البحرين والكويت والإمارات واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن والعراق. تغلب فريق نادي القوة الجوية على نظيره التاجي بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية، وسجل أهداف اللقاء أحمد عبد الرزاق هدفين وأحمد زامل هدفين. وقال المنسق الإعلامي للنادي علاء محمد أن المباراة شهدت مشاركة جميع اللاعبين ومن ضمنهم المهاجم الدولي على عباس والمحترف الملتحق حديثا النيجيري إيدو موسيز. وأضاف أن هذه المباراة تأتي ضمن استعدادات فريق القوة الجوية لاستئناف منافسات الدوري العراقي الممتاز الذي يشهد توقفا بسبب ارتباطات المنتخب الوطني الثلاثة باستحقاقات خارجية. قررت الهيئة الإدارية لنادي أربيل تعيين أحمد مناجد مدربا مؤقتا لنادي أربيل المشارك في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وقال ريبين رمزي المنسق الإعلامي للنادي أن إدارة النادي سمت مناجد بشكل مؤقت إلى حين تعيين مدرب أجنبي في الفترة القريبة، على أن يكون أحمد مناجد مساعدا للمدرب الأجنبي. وبين رمزي أن مدرب أربيل طه قادر قدم استقالته رسميا من تدريب الفريق بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة للدوري العراقي لكرة القدم، وذلك بسبب ترشحه لانتخابات النادي التي ستقام قريبا. أقيمت يوم أمس مجموعة من مباريات بطولة كأس العراق في أدوارها التأهيلية لفرق دوري الدرجتين الأولى والثانية، إذ تغلب دهوك على الشرقات بثلاثة أهداف، وتأهل الأمواج الموصلي على حساب نفط الشمال، في حين فاز مصافي الشمال على بيشمرقة سليمانية في المجموعة الشمالية. وفي مجموعة بغداد تغلب الصليخ على نادي الحسين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خسر الحدود من الصناعات الكهربائية بهدف مقابل 2. وفي الجنوبية والفرات الأوسط تأهل كربلاء على حساب الناصرية ومصافي الجنوب على المعقل. احتضنت قاعة الشعب للألعاب الرياضية وبرعاية الاتحاد العراقي لكرة السلة بطولة لنخبة تحت 18 عاما وبمشاركة أفضل 5 ملاعب، وتم اختيارهم من قبل الاتحاد الدولي حسب النقاط التي تم جمعها من خلال مشاركتهم السابقة. وتم تقسيم الفرق إلى 12 فريقا من محافظات العراق، وجرت 24 مباراة فيما بينهم، وشهدت البطولة مستويات فنية جيدة، وتم رفع نتائج الفرق على المنصة الدولية 33 ليتم اعتماد البطولة رسميا، وأخذت اللون الأخضر بعد جمع 33,000 نقطة.
حقق فريق غازي الجنوب العراقي فوزا مثيرا على بوريفيزيتش المانيا للكازاخستاني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في افتتاح بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة والتي تحتضن تايلاند منافساتها. وتمكن فريق غازي الجنوب من الفوز بنتيجة 25 مقابل 16 في الشوط الأول و 26 مقابل 24 في الشوط الثاني، وخسر الشوطين الثالث والرابع بنفس النتيجة 23 مقابل 25 ليحتكم إلى شوط كسر التعادل. وحسم لاعبو غاز الجنوب المباراة بنتيجة 15 مقابل 13 ليحقق الفريق الفوز في أول مباراة بالبطولة. ويواجه غاز الجنوب اليوم فريق ناخون ريتشا سيما التايلندي. وصلت بعثة فريق تايكواندو الشرطة إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في بطولة أندية آسيا والتي ستنطلق منافساتها يوم الأربعاء المقبل، على أن تسبقها يوم الثلاثاء عملية الوزن لجميع اللاعبين. ويخوض اليوم فريق الشرطة أولى وحدات تدريبية في طهران، وسيلتحق لاعبو فريق الشرطة الذين يمثلون المنتخب حاليا ببطولة آسيا المفتوحة للمنتخبات المقامة حاليا في إيران يوم الاثنين المقبل، على أن يلتحق بالتوقيت نفسه المحترفون الإيرانيون للانضمام مع الفريق قبل يوم من انطلاق البطولة. نظم الاتحاد العراقي للشطرنج بطولة العراق التي يسعى من خلالها إلى اختيار أنسب اللاعبين للمنتخب الوطني. هنا يأخذ التفكير مزاجه ويسلطن حتى تتحقق النتائج. تلك النتائج يبحث عنها اللاعبون ومن كلا الجنسين في بطولة العراق للشطرنج. حقيقة هي لعبة فردية، هذه البطولة بطولة فردية ليست فرقية، ولكنه شاركوا أكثر من 11 محافظة عراقية اللي يمثلون هم اللاعبين البارزين في هذه المحافظات العراقية سواء كان من الشمال والوسط والجنوب. البطولة طبعا بطولة قوية، على بطولة نهائي العراق للرجال المرحلة الأولى شاركوا 34 لاعب ولاعبة يتأهلون 5 لواعب حتى يترشحون للمرحلة الثانية اللي هي نهائي العراق المنتخب الرجال. احنا كنساء منتخب شاركنا بالبطولة لأجل تقوية المستوى يعني تطويره، نشارك بطولات خارجية تكون مستوانا زين. البطولة تعد الأبرز والأهم في نفوس اللاعبين، فمن يحقق المراكز الأولى سيحجز مقعدا له في المنتخب الوطني، وهو ما شكل حافزا كبيرا لدى اللاعبين في إبراز طاقاتهم الذهنية بهذه اللعبة. شاركت ببطولة عرب في إمارات وطلعت الرابعة على العرب ولقبوني باللقب اللاعب المثالية، وشاركت ورحت لإيران شاركت ببطولة آسيا وطلعت السادسة على آسيا. جيت أشارك لهذه البطولة على مود أكون مترشحة بين 5 الأوائل بطولة منتخب العراق. شاركت في بطولة نهائي العراق اللي تتكون من أفضل لاعبين العراق الموجودين به 30 لاعب، ترشحوا منهم 5 للأسف ما قدرت أترشح، لكن إن شاء الله السنة الجاية. أنا زيد علي كاسب بطل محافظة البصرة، الأول على العراق 2016 عام والثالث عربيا. مشاركتان تنتظران المنتخب الوطني في الإمارات وسوريا، ما يكسب الانتصار هنا سيحجز مكانه مع منتخب العراق في هاتين البطولتين. أحمد ياسين، العراقية الرياضية. أقام الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام في بابل بطولة استعراضية في قضاء المسيب استذكارا للبطل الراحل حسين الربيعي. نتابع. استذكارا للبطل العراقي لبناء الأجسام المرحوم حسين سلمان الربيعي، أقام الاتحاد العراقي المركزي والاتحاد الفرعي لبناء الأجسام في بابل بطولة استعراضية بمشاركة العديد من الأبطال من الأندية في المحافظة وبحضور عدد غفير من الرياضيين. بطولة يقيمها الاتحاد العراقي المركزي فرع بابل باسم البطل المرحوم حسين الربيعي الذي عمل في الاتحاد بناء الأجسام، عمل في التدريب وعمل في مجال بناء الأجسام. المرحوم كان من أحد المميزين وبنات اللعبة
وكان احد اعضاء لجنه الحكام في الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام واحد مؤسسيها. يعني حقيقه نفتقد المرحوم جدا بشكل كبير لما له دور كبير في لعبه بناء الاجسام على مستوى العراق ومحافظه بابل. المشاركون في هذه البطوله استذكروا البطل الراحل حسين الرباعي لما قدمه لهذه اللعبه من امكانيات وخبره، اذ كانت مشاركتهم مهمه استعدادا للبطولات الداخليه والخارجيه. انا حصلت على المركز الاول باستعراضيه بطوله محافظه باب القضاء المسيه للاستذكار للمرحوم حسين الربيعي، وشكرا جزيلا. الحمد لله والشكر، كانت مشاركه جيده بجهود البطل كابتن لؤي علي وقاعة الماستر وابطال، وان شاء الله الحمد لله والشكر مشاركه كلش جيده. شكر جهود الاتحاد المركزي واتحاد الفرعي محافظه بابل لاقامه هكذا بطوله بالتعاون مع ابطال مدينه المسيه بالابطال، وكانت بطوله تأبينيه لوفاه المرحوم البطل الدولي السابق حسين الربيعي، وكانت بطوله حلوه استعراضيه. الراحل حسين سلمان الربيعي كان لاعبا مميزا، حصد الكثير من الأوسمة حتى أصبح مدربا مبدعا، تمكن من اكتشاف الكثير من اللاعبين الذين مثلوا الأندية الجماهيرية والمنتخبات الوطنية ليصبح رمزا لهذه اللعبة من بابل. إيمان محمد، العراقية الرياضية. النشرة مستمرة وفيها تتابعون.